وقت الغربة تبعدنا تقربنا ويبقى الشوق يحيينا. ألا يا غربة اللهفة، ألا يا لهفة الغربة تبعدنا تقربنا ويبقى الشوق يحيينا. بدخل داخل، يمكن يكونون داخل. وبعدين بنبلغ الشرطة. لا والله، وإذا عرفونا؟ ما ظني يشوفونا داخل يا منصور. لا تقول لي ما أظني وتحط احتمالات، هذول مجرمين وأكيد مسلحين. تعرف لو زخونا شو يسوون فينا؟ أنت لازم تحط هالفار؟ لازم يا أخي، ياسر نتعامل مع مجرمين، وبعدين هاي مو بشغلتنا، شغلة الشرطة. إذا خايف لا تدش. لازم أخاف، لأني مو بعارف أنت شو بتسوي. أنا قلت لك شو بسوي. أنت أصلاً ما قلت لي أي شيء. حمد أرجوك لا تهور. اسمعني، خليك هني، وإذا تأخرت أكثر عن 5 دقائق صر عند الشباب. So what do you think the chances are of Mill actually getting into the back into the Division One? Well, it's not looking very good. Wait, I can see it. We lost. You know whereabout we are? Hey, we're at the bar, boys, aren't we? We're here at the bar. What's the name of this village? No, we don't have that. We don't need that. No. Oh,
Here, I've got you something to eat. Here you go. What? You don't want anything? We'll go with that star for all I care. Leave it out, mate. Just leave it out. What? Look, boss, you've dropped us right in it. Now what are you going to do? I'm just waiting for instructions. Instructions? Instructions from who? Just shut it, will you? Just shut it. Look, you know you've not got a plan. I know you've not got a plan. We've got to release the girl. Oh, no, no, I'm not leaving this situation empty-handed. Well, I'll tell you what, mate. I ain't getting involved in any blood child kidnapping. Hey, 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 you're in this as much as I am. You're not getting out of it now. Am I making myself clear? Perfectly. Now, back off, mate. Just back off. As long as we understand each other. Yes, we do. كلنا قلوبنا معاك يا أخوي يا صقر. الله يشهد إن بنيتك حسبت بنيتنا. جزاك الله خير يا أخوي على نيتك. ما قصرت. بعرف كيف أتصرف. ما تشك في أحد؟ أشك. بس ما أقدر أثبت أنها مخطوفة. هذا اللي يقولون الشرطة. وين راحت؟ يقولون يمكن شردت. شردت؟ هي ما كملت 10 سنوات وفي بريطانيا وين بتشرد؟ تصور يقولون يمكن نحن نعاملها بقسوة ونضربها عشان كذي شردت. هذه مشكلة التحقيق عندهم. إذا ما اقتنعوا في كلامك يبتدون يحطون فرضيات ويدورون أجوبة عليها. تصور بنتي مخطوفة ولا عارف شو أسوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايشة يمي بنتي هدي أعصابك يا عايشة. يموني بنتي أبا بنتي استهدي بالرحمن يا عايشة. أبا أبا بنتي يموني بنتي هدي أعصابك بنلقاها. بس يا حبيبتي عايشة بس مش استهدي بالله تعوذي من إبليس. تبعت كني أطلع برا سيري دور بنتي شوف وين أنا ما أعرف وين بنتي بنتك بخير بنتك بخير يموني بنتي أبا بنتي تعوذي من إبليس أبا بنتي يموني بنتي سير دور بيلقاها أبو بنتي بنحصلها إن شاء الله ما علي ما علي ما علي بنلقاها يا عايشة شدي حيلك لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص خلاص يلا ارقدي يلا يا صقر بنطلع خليها ترتاح يلا أنا حاسة بمعاناتكم وأنا معاكم شي ما قطعة منا بس لازم واحد فينا يكون قوي لا تيأس يا صقر حرمتك إذا شافتك يائس بتنهار أكثر وأنا منهار بعد ولا عارف شو أسوي ما أعرف شو أسوي سلطان خليك وياه لا تخلي بروحه شاب أنا فيك كان شكله مهجور وظني انهم داخل وكيف ما نتأكد يا حمد الحين ما نتأكد بس لازم نتحاسب
واهم شيء ما يحسوا بك. واليوم يا شباب لازم نخلص هالشيء. سمعتي يا راشد؟ يا اليوم ولا لا؟ شباب انا بدخل داخل. حمد تحمل على امرك. Please yourself. Get some shut. Hey, and I suggest you do the same thing. Shut up, I'm having a drink. Not too much, all right? But keep a clear head. Keep that. في سيارة؟ نفس الفان اللي لحقنا. شو بنسوي الحين؟ من ترى ياهم يرقدون ومنعفت عليهم. انت اكيد تخبلت. هذول مسلحين. والله العظيم طلقة واحدة بيخلصوا علينا كنا. شو الفايدة بعدين؟ في بنية مهددة بالموت داخل. تعرف يعني شو بتموت؟ يا اخي اتصل بالشرطة، هم ادرى بشغلهم. انت اتصل بالشرطة وترياهم. لكن انا مو متريي. سلطان وينه؟ بطلع عليك تأخر. يا الله يا بعد إذنك بس أكلم الوالد. ألو ألو، هلا سلطان يبا، وينك أنت؟ لا حس ولا خبر. هلا طال عمرك. إيش صار على البنية؟ لقوها؟ لا والله يبا للحين ما لقوها. الشرطة للحين يدورون عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدي نفسك يا بولاد حاتي، وإن شاء الله بتسمع أخبار طيبة. حتى تلفزيونهم اللي أقل خبر ينزله ما تشوف نزلوا شيء. أحسن يبا، ما نبي الخبر يوصل الديرة الحين. أنت عارف الحين مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر على إنستغرام، بعض الناس يسوون من الحبة قبة. زين أنا ما تبوني أجيكم أساعدكم في شيء؟ لا يبا ما له داعي تي. أنت ريح وأنا ببلغهم إنك اتصلت، وإذا احتجنا شيء بنكلمك. هي يا ابوك لا تخليني كذي يا حاتي، بالدقيقه كلمني اتصل فيني. ان شاء الله يبا على امرك. حاضر. يلا يبا مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها دكتوره طمنيني عليها. بخير الحمد لله. اقدر اصير اشوفها؟ لا يا صقر، خلها راقده، خلها ترتاح. شباب أظن إنهم رقدوها.
وانا بتوكل على الله بسير داخل. ترى ما حد مجبور يجي وياي. اللي بيجي حياه الله. واذا تبون تمون في السياره خلكم مكانكم ولا وقفوها بعيد. شيمة داخل وياها اثنين، لازم ندخل بسرعة. منصور وادم انتوا تولون الشباب وانا بطلع شيمة. بس قبل نسوي هذا كله لازم نفسد التواير وراشد سرعة السيارة بسرعة. الو شو صقر تعال 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 شيما انتوا كيف تشلون البنت بدون ما تستاذنون؟ منو تحرون اعماركم؟ انتوا ما تعرفون شو استوى فينا اليوم؟ امها مركزه في المستشفى من كثر ما تحتيها. مخبي الموضوع مسخرة. أوه هدي 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 هدي. لا تصارخ. المفروض إنك تشكر الرجال. أشكره على شو إن شاء الله؟ أنتوا ما تعرفون شو صار فينا اليوم؟ أنت اللي ما تعرف شو استوى. بنتك اخطفوها وهذا الرجال ضحى بعمره عشانها. أنت المفروض تشكر كل الشباب. وش أطف؟ يا جماعة عذروا الرجال ما أعرف شو السالفة. قوم بشاب قوم قوم أقول لك. لحظة يا شباب. سامحوني أنا آسف بس أنتم ما تعرفون الظروف اللي مرينا فيها اليوم. وجزاكم الله خير ما بسالكم هذه الوقفة أقول حياتي. يلا عاد سامحوني أنا لازم أبشر أمهم وأطمنها. حميد اسمحوا لي يا شباب عليك. فاجأتني أنا أصلاً ما كنت أدري إن أنت اللي رجعت البنية المخطوفة. تدري لو أبوي درب هالسالفة بيطير من الفرح. أبوي يعرف؟ أبوي مسكين قاعد الفندق ويحاتي هناك كل شوي يتصل ها لقيتوها أحد رجعها ما إلا سلطان تخيلك أبغى أشوف أبوي. حاضر أنا باجر بردك كلمة بحاول فيه. ما تدري يمكن لو درب سالفة البنت المخطوفة بيلين قلبه بيرضى عليك. يا رب شام دير بالك على روحك. انت بعد الرد عند عائشة؟ لا ما اعتقد الرد حق عائشة. خليهم يعيشون فرحتهم.
واعتقد الوقت تاخر ودوامك خلص. خلنا نرجع. يلا يلا. هو ربع اللي انقذك. يوم في الليل كسر الباب وضرب الريال سرقني وركبوني بالسيارة وشرد بسرعة. الحمد لله جزاهم الله الخير. نفسيتي وايد تعبت. البارحة كانت أطول ليلة في حياتي، أول مرة أمر بهالظرف. شفت بعيوني كيف الأب والأم يحاتون عيالها. صدقتك، مساكين الأب والأم وايد يحاتون. يلا عشان جهز عمرك إذا صار عندك عيال إن شاء الله. وش حقي أجهز عمري؟ أنا عارف شعورهم. تعرف؟ هي أعرف. كيف تعرف أنت ما عندك عيال؟ منو قال لك ان انا ما عندي عيال؟ انا عندي عيال. يعني متزوج؟ كنت متزوج لكن ما الله كتب وانفصلنا. اها خبر جديد هذا. لحظه شوي، لحظه لا تعصبين. انا كنت بقول لك كل شيء بس ما صارت فرصه صدقيني. كم وحده متزوج ان شاء الله؟ اربع؟ شنو اربع؟ الله يطول بعمرك. بس وحده وانا مستعد احلف لك. لا لا تحلف، اصلا الموضوع مو مهم. لحظه، شو مو مهم؟ الا مهم ونص. أنا بالنسبة لي هذا أهم موضوع في حياتي. تدري ليش يا هند؟ لأني أنا أحبك. مو بس أنا أحبك، حتى أبوي يحبك، كلنا نحبك. بعد هند تكفين، لا تحاسبيني على غلطة قديمة. أنا تزوجت وندمان على هالزواج. أنا حالي حال أي شاب رحت تزوج زواج تقليدي وتوقعت أن زواجي بينجح، لكن ما الله كتب. والحين يوم أنت ظهرتي بحياتي تبين تحاسبيني على شيء قديم. يلا عاد لا تصيرين كذي قاسية، أنا أحبك. في واحد يحب وحدة يخليها كذي تمشي على ريولها وما يعزمها على كوفي؟ أنا أقول إيش ناسي، يبقى بنروح الكوفي بس ما راح أعزمك عليه، لا الكوفي كله بسجله باسمك. والله طلعتي عصبية وأنا ما أدري. لا تزعلني وما بعصب. هذا مو شيء، واحدة حلوة وعصبية، أشوفها هيك؟ ترى مو لايق عليك العصبية. لا مو لايق عليك العصبية. بس هو كيف بيعرفك؟ قلت له بدخل الكافي شوب شال شنطة عمله في ايدي. تتوقعيني يبلى اوراق اللي انت طلبتيهن؟ ما ظني، لاني يوم قلت له تعالي المكتب رفض. قلت له شو بنعقد اتفاق في الشارع؟ قال لي تعالي وما عليك. يلا بيبين الحين صدقه من كذبه. خلينا نشوف. انت تريني هنا ان شاء الله. بس أنا ما قلت أني بقدم لها تسهيلات من الشركة لهم، وأنا حتى قلت أني بضمن لها توفير السيولة لتغطية أي حدث. أي شو بتقدم لها عشان تدخل شريك؟ بضمن لها أنه يستمر في المشروع ويكمله. بس هذا كله مذكور في العقد الأصلي؟ حتى المذكور بس مشروط، وأنا أقدر أعطل الشروط. طيب وين الشهادة اللي تثبت أن أنت مسؤول في الشركة الأم؟ مو ضروري، لأن عبد الرحمن يعرف أن عمي رئيس مجلس الإدارة. أوكي، وين كشف الحساب اللي طلبت منك؟ إذا توصلنا حق اتفاق بيبة. وين شهادة براءة الذمة؟ عندك بطاقة عمل؟ مثل هذه؟ أنا ما أحتاج بطاقة عمل لأني شخص معروف، والمعروف لا يعرف من خلال اسم عمك. طبعا
ما وجبت اسم عمي؟ أنت شخص طفيلي ومحتاري، وإذا ما احترمت نفسك أنا بدخلك السجن. إذا ظنين الموضوع انتهى بهالبساطة أنت غلطانة. أنا بتم وراه لين يسحبوا مني المشروع. وقولي حق اللي دزينك علي إنه مو بعمر اللي استسلم بهالسهولة. براويكم. عمي رئيس مجلس إدارة وعمي رئيس مجلس إدارة، ذبحني بعمه. يعني كذاب. كذاب وولد 60 كذاب. أنا ما أدري أبوك كيف صدقه. أبويه بروحه وما عنده حد يسانده. ليش؟ وش ريك اللي وياه؟ مسافر عشان تي مهزوز وما يعرف يتخذ قرارات سليمة. حمادة حمادة قوم يا ابني، معاد الجامعة راح، يلا عشان تلحق تروح الشغل. تو الناس يا ابوي. تو الناس مين يا حمد؟ انت ما جيتش الشغل امبارح، لو ما جيتش النهارده هيرفدوك. ياي سبقني انت. اسبقك انا. لو ما جيتش ذنبك على جنبك. سلام. ألفين جنيه في حسابي؟ كيف؟ الحمد لله يا عمي، تحايلك ممتازة وقلبك صار أحسن. يعني ممكن أسافر بالطيارة؟ هي ممكن، بس ليش ما تريح لك يومين هنا يا عمي؟ لا يا أبو، كان عندي أشغال مع سلطان، أمورنا وايد متعطلة. بس قبل أسافر أنا أبي أستأذنك في شيء، ممكن؟ ما يحتاج يا عمي تستأذن، قلت لك تقدر تسافر من الحين. لا أنا أبي أروح حق الوالدة وأخطبك حق سلطان. ترى يا أبوك سلطان خوش ولد وأنت خوش بنية، وأنا أول ما شفتك قلت له هذه البنت اللي تناسبك. بس ما نروح حق الوالدة إلا ماخذين موافقتك. إيش قلت يبا؟ والله يا عمي أنا ما أعرف شو أقول لك، بس الشارع عند الوالدة. بيض الله وجهك يا بنيتي، بيض الله وجهك. يلا يا سلطان. قول لي بقى العيله جايبه لك الوردي ده ليه؟ وانت شو يخصك؟ شو يخصني؟ شايف الترابيزه اللي هناك دي؟ تروح تنظفها دلوقتي يا نمس. الله 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 الله، تنظفها انت. نظفها انا. وكمان رنات. الو؟ هلا. هي متى؟ شوي وبايكم، بس ببدل ثيابي وبايكم. تبدل سبك وتروح فين يا ابني؟ هيرفدوك يا ابني. وكمان اديتني ابوك على الورد. حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. هاي. Do you have a guest called Sultan بن شاهين in here؟ اوكي.
please write over there. سلطان. هلا حمد. أبوي وين؟ أبوي بحجرته يصلي الظهر. سلطان لا تجلس تلعب بعقلي. ما قاعد ألعب بعقلك، سألتني وين أبوي قلت لك يصلي. تعال اشرب لك شيء على ما يخلص. ما أبغي شيء، ما أبغي شيء، بس أبغى أشوف أبوي. الحين بوديك فوق عنده. وأتمنى يسمع منك كلام طيب. امشي. هادو سوينا الواجب وما قصرنا وطرشنا ورد حق الانقاذين. الحين مو باقي لنا احنا نشيل اغراضنا ونمشي من هنا. صلي على النبي يا عايشه. صقر انا هني مو بتامه، هاي مره خطفوا بنتي، عادي المره الجايه يخطفوني انا، يخطفونك يخطفونا كلنا. هذول مجرمين والحين بيد القانون وانتهى الموضوع هذا كله. وانا شو يضمن لنا ما يطلع لنا غيرهم؟ شو يضمن ان بنتي ما تذوق لذاقتها على ايد غيرهم؟ ما في شيء يضمن يا صقر. عايشه انت معصبه وانا مقدر عصبيتك هذه، لكن لا تخلين عصبيتك تنهي كل شيء حلو في هالبلاد. هي انا معصبه، انا معصبه وزعلانه وايد على بنتي، بس انت الشهره عمت عينك. انا الشهره ما تهمني وانت تعرفين هذا الشيء. هذا وانت ترى كل شيء واضح نفس الشمس. بنتك ما تفارق الحمام يرضيك. يعني انت تقولين اني بايع لك انت وبنتي عشان الشهره؟ صقر ما له داعي تسوي مشكله وتكبر السالفه، ترى الحل وايد بسيط، انا وبنتي نرجع دبي وانت عيش هني بروحك، صح ولا لا؟ انا وبنتي ما نقدر نعيش في مكان خايفين ومو مرتاحين فيه. امي متى نرجع دبي؟ شفت حمد مستعد يا أخوي؟ يباي حمد أخوي بيشوفك طال عمرك. خليك بالله على سلامك يا ابويا، والله انا اسف على اللي سويته وندمان على كل شيء، حتى سلطان يدري باللي سويته. اقعد يا ابوك اقعد استريح. الله يعلم يا ابوك اني انا مسامحك من كل قلبي وراضي عنك، بس اللي سويته خلانا نزعل عليك، وايد نزعل ونشيل عليك في قلوبنا. ابوي سامحني على اللي سويته، يا يطلب العفو منك. والله اللي استوى كله كان غصب عني. ان شاء الله يا ابو خير ان شاء الله. صحيح الكلام اللي سمعته من سلطان انك طلقت زوجتك الاجنبيه. صح ابوي. الله يبلغك يا ابو ويهديك ويرضيك. وانا سامحتك بس ابي عمك عبد الرحمن بعد يرضى عليك وهذا الشيء بيدك. ان شاء الله. ترى يا ابوك اللي سويته حق البنت الإماراتية بين معدنك وخلاني أرضى عليك. اليوم أنا أسعد إنسان على وجه الأرض. التقيت بالوالد واعتذرت منه وطلعت من عنده وهو مستانس. ويا رب يا رب أقدر أسعد كل اللي زعلوا مني. هذا خبر سعيد، اللي يحب يغفر، كل اللي يحبونك مسامحينك ينتظرون ردتك.
خير ان شاء الله. اشوف الابتسامه شاق الوي. احكي لنا وياك. هذه فطوم يا ابويا، فطوم تكتب لي تعليقات تضحك. تعليقات مثل شو يعني؟ تعليقات عن كل شيء، عن كل شيء يا ابويا. يلا عن اذنكم. شفتي بنتك؟ فيها بنتي؟ ما تبغيها تكلم ربيعاتها؟ انت صدقتي ان ربيعاتها؟ تصدقين كل شيء تقوله؟ وش حقه ما صدقها؟ اليازية من متى تكذب علينا؟ تكذب؟ حالتها هذه مو بعايبة تبني. يعني هي لازم تقول لك كل التفاصيل والكلام اللي يدور بينها وبين ربيعاتها، ولا هي كذابة؟ شيخة أنا خايف عليها. اي والله خايف عليها، خايف اموت. هي بعدها ما عرسها، خايف اموت وهي ما عندها حد. فهمتي؟ الخير. مساء الورد. هلا دكتورة. شو بلاك واقف برا؟ شيء مستوي؟ مو فيني شيء. لا تزعجي نفسك. كيف ما أزعج نفسي؟ إحنا شرات الأهل الحين، وأنا حسبة أختك. قولي شو بلاك يا صقر. أنا مو فيني شيء، بس عايشة تبى ترجع دبي. ترجع دبي؟ ليش؟ بعد اللي صار. والله اني عاذرتها، بس مو بوقت الحين. قولي لها يمكن تسمع منك الكلام اللي مو براضي تسمعه مني. عانتنك.
نبض الروح يروينا على يدا ما ننسى ومهما الزمن يقسى أصلنا ثابت وبارد.